قبل بداية اللقاء مدرب منتخب فينزويلا يذرف الدموع وكأنه يعلم بنتيجة المباراة قبل نهايتها. انطلقت المباراة وانطلق معها أمال المغاربة والأعين منصبة على الوصول إلى الدور المقبل. لم تمر سوى دقائق معدودة، العيان تقمص دورا عكس اسمه وافتتح باب التهديف لممثل إفريقيا والعرب. الفرحة لم تدم طويلا، فينزويلا تسجل هدف التعادل من ضربة حرة لم يراها الحارس حتى سكنت الكرة الخشبات الثلاث وكأنها نسخة من طبق الأصل لهدف البرتغال في دور المجموعات. التمركز الخاطئ للحارس في الضربات الحرة يكلفنا دائما غاليا، حتى أصبحت الضربات الحرة بمثابة ضربات جزاء، لكن للأمانة أسماء المهاجمين تشابهت أمام تصدياته وتعددت أمام ارتطاماته فأنستنا فيها فواته، وكأنه نسج شباك المنتخب بيده. سلمت يداك يا المختاري. الشوط الثاني كان متكافئا بين المنتخبين، هجمة هنا وهجمة هناك، وفي نهاية المطاف المارد الأحمر يعبر دور الثمن النهائي ويضرب موعدا مع الربع النهائي. هرمنا لهذه اللحظة، لحظة عودة الأسود للعالمية، فمن له تاريخ فلابد أن يعود.